قرار المينيستر على السيكوريتي ان شاء الله يوم القابسه جانفيه سنه 2024 الاريتي تكوسا السيرة الناس بيضربوا بنادق بسوا الفوضى في الشوارع وما مال سيرة ما بكوسا الارض لكن السماء ذاتها الشغل اللي ممنوع الشغل ممنوع لكن الاخرين ما بفهموا يا سا يكونتيني بالفوضى. وفي الويكند الفات الشرطة الوطنية مال جندرمري ناسيونال غارد ناسيونال نومات دي تشاد مانا سنا كورديناسيون بوليس جوديسيير الصوال الرافل له قربوا 75 سيارة اللي في الفودة فودة على السيارة الوايدين بضربوا بندو الوايدين بداروا شارع للمواطنين للماشين وفي الدا السيارة مش شفتوها هسه هني أي شارع سيارة عنده الشعبي الهنا ميليتير الاخرين على الاداره ونطلب من سياده السيارات خلي يجل في الكوميسيون بال تتاكيتو اللي يشوفوا موداليتي كيف يشيلوا السيارات وفي الاخر نور نذكر الشاب في القرار رقم 52 انا سنه 2021 هو ده الممنوع السيارة المزللة والوايدين المايندا بلاك أن زخرو شاب قال يكون وايد القريب نبدل بالكنترول أن السيارة المزللة والمايندا بلاك.